أهلا بحضراتكم، لازلنا متابعين الحالة الصحية للإعلام الكبير مفيد فوزي اللي بتمنى له تمام الشفاء والعافية، وتعرض لوعكة صحية شديدة، ويمكن مؤخرا اللي كشف ذلك الأستاذ طارق سعد نقيب الإعلاميين، يعني وأكد أنه دخل المشفى مؤخرا، لكن التفاصيل تفاصيل حالته الصحية حاليا هو معنا على التليفون بنفسه، يعني يطلعنا على جديد حالته الصحية. شكرا جزيلا ليه، أهلا بحضرتك أستاذ طارق، أهلا بك يا فندم. شكرا لوجودك معانا، وطبعا ألف سلامة على الأستاذ الكبير مفيد فوزي. حالته عاملة إزاي دلوقتي لو تشرح لنا؟ أنا عايز بس أطمن كل الناس إن الأستاذ مفيد هو بحالة صحية جيدة، وهو الآن موجود في منزله، وإن شاء الله بنسب كبيرة جدا إنه من الغد قد يظهر في الحلقة المعتاد عليها الظهور كل يوم، الزميل تامر أمين. الدنيا يعني الحمد لله ماشية كويس، والراجل يعني أجرى الفحوصات والتحاليل، وشيء طبيعي جدا إن الراجل يطمن على نفسه وإنه يعني طيب الحمد لله، يباشر مليون سلام عليه، مليون معرفة سلام عليه. الأوضاع الصحية احنا سمعنا ان هو كان يعني نفسية اكتر من هي صحية، يعني نفسيته اتأثرت على صحته اكتر بوفاة الوفيات الكتيرة اللي ورا بعض، ده حقيقي. أكيد. يعني يمكن وفاة الأستاذ صلاح منتصر، ومن بعده الفنان الكبير برضو سمير صبري، كان له مبالغ الأثر على نفسيته. تحديدا إن الأستاذ سمير صبري كمان كان يعني وثيق الصلة جدا، والأستاذ صلاح منتصر كان مع بعض على طول، فبالتأكيد يعني لما بيرحل الأعزاء أكيد النفس بتتأثر بالرحيل. كانت ايه تفاصيل التأثر ده، او ايه اللي حصل وقتها؟ لا هو اللي يعني اكيد الراجل حس ان الدنيا يعني الاداء الصحي مش قوي، فعمل اجرى التحاليل والدنيا يعني بنسب كبيره الى الان يعني فيها طمأنه، ف عاد لبيته يعني بيمارس حياه شبه طبيعيه ان شاء الله الحمد لله. لحد ما تخرج النتائج النهائيه الفحوصات اللي عملها، وان شاء الله يعني الدنيا تمشي في الاتجاه الصحيح بالنسبه له صحيا. لكن مفيش خطوات معينة جاية في علاجه، توصيات أنا والله الدكاترة العظيم ليه؟ أفحى يعني الحقيقة الآن لم تصدر أي تقارير طبية رسمية نهائية عن الحالة الصحية، ولكن الراجل يعني في حالة صحية شبه جيدة، وعاد إلى منزله ويمارس حياة شبه طبيعية حين طبعا خروج التقارير الطبية النهائية. هو الأهم إن و حضرتك قلت إن هو هيظهر في الحلقة المعتادة يوم الأربعاء، فده بنسب كبيرة، الكلام واضح ظهوره، بنسب كبيرة إن شاء الله قد يعني يظهر في نأمل حلقة إنه يظهر الأربعاء إن شاء الله، إن وده شاء الله تأكيد بإذن إنه الله هتبقى حالته كويسة، بإذن الله لأنه ظهوره ظهور مهم ودايما بيليق بيه الحقيقة. وأنا كمان بشكر أكيد حضرتك جدا على وجودك أكيد معانا أكيد وإنك طمنت الناس، بشكرك يا فندم، ضيف عزيز على تلفزيون يوم السابع. اتفضل. طيب إذا اطمأنينا على حالة الكاتب الصحفي القدير مفيد فوزي، كل يعني الصحة والسعادة والنجاح ليه إن شاء الله، وإن شاء الله نشوفه قريبا خلال الأيام القادمة، يعني يبقى ظهور متفرد إن شاء الله الأيام القادمة من خلال يعني الحلقات اللي بيظهر فيها على الشاشة. شكرا جزيلا كمان للمتابعة، وانتظرونا في المزيد من تلفزيون اليوم السابع. إلى اللقاء.